تتواصل شوطنا الخامس على التوالي هنا في هذه اللحظات الجميلة والانطلاق المتميز. نتواصل مع هذا الشوط الخامس على التوالي ونسير مع البداية الأولى والمقدمة الأولى مباشرة مع المركز الأول ومع بيلسان. هناك حارب بن صالح المحروقي مع المركز الأول بين واداري المراكز سياد وعبد الله بن فايل الزرعي أيضا مع داري المراكز ثالث المراكز والوصول في هذه اللحظات. وهناك هملولة عمر بن راشد بن سبت الأخيري بينما الوصول والقدوم أيضا في هذه اللحظات سيف بن دويس الأخيري قدم في هذه اللحظات الرائعة والجميلة. وشو منصور بن ناصر بن سرود الأخيري القادم والمنطلق في هذه اللحظات الجميلة. يا سلام الله. هناك مع الزرعي لا زالت أسياد، أسياد مع الصدارة الأولى، أسياد مع البداية الأولى والانطلاق المتميز والبداية والصدارة الأولى. يا سلام أسياد تتسيد مع الصدارة الأولى مع المقدمة الأولى بينما المركز الثاني بيلسان يا سلام مع المحروبي على العموم أبناء السلطنة مع البداية الأولى والانطلاق المتميز والرائع والجميل. يا سلام الله 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 أسياد مع المركز الأول مع الصدارة والمقدمة. هناك عبد الله بن فايل الزرعي مع الصدارة الأولى ما قالها شيء ولكن بيلسان قادمة مع المركز الثاني. يا سلام راحت هذه سلالة الباز، الباز بن يميل يا سلام الله سلم إلى أبناء السلطنة، سلم إلى أبناء السلطنة. يا سلام ما شاء الله النقطة الثانية يا راعي وضوح، النقطة الثانية يا راعي وضوح سلوب سلامي إلى أبناء السلطنة. سلام المركز الثاني والقادم أيضا مع عبد الله بن فايل أنزل على المركز الثالث. هناك وصول مع الشاهرية تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز والانتصار والتوقيت 216 أيضا تهانينا على هذا الحضور الرائع والجميل.